والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. وليلى عمر، أهلا بك ليلى. أهلا سحر، أهلا محمد، ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود. من جهتها نفت وزارة الكهرباء تلك الأنباء، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات تخص هذا الشأن. وشددت وزارة الكهرباء على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقا لقرار مجلس الوزراء، بتأجيل زيادة أسعار الشرائح والتي تم اعتمادها منذ يوليو لعام 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهريا بشكل طبيعي وفقا لأسعار الشرائح المقررة. أكد وزير البترول طارق الملا على الدور الهام الذي تقوم به منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في تعزيز التعاون الدولي. جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك تقديرا لدور مصر التي استضافت الاجتماع التاريخي الذي انبثقت عنه فكرة إنشاء المنظمة، وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023. وأكد الوزير على أن مصر تؤمن بأهمية التنسيق والتكامل في خدمة المصالح العالمية، وأنها تدعم الجهود التي تبذلها أوبك مع الدول غير الأعضاء بالمنظمة المنتجة للبترول كأساس لنجاح صناعة البترول العالمية وضمان استقرارها. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 53.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، يغلق عند مستوى 1.98 من الألف تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 5.1%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 8.35%. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.39%. وسجل مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 2.47%. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8%، حيث أعلنت موسكو خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من روسيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.2% إلى 86.39 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.1% إلى 79.72 دولار. كذلك صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.93% لتصل إلى 2.86 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.46% لتسجل 2.51 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اتسع العجز التجاري للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ليسجل مستوى قياسي في الربع الأخير من عام 2022. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء تضخم العجز في الميزان التجاري للسلع ليصل إلى 32.9 مليار جنيه استرليني في الأشهر 3 حتى ديسمبر، ما يعد أكبر فجوة تشهدها البلاد منذ بداية رصد البيانات في عام 1997. يتزامن ذلك مع تسجيل الواردات من الاتحاد الأوروبي مستوى قياسي بلغ 82 مليار جنيه استرليني، بينما بلغت الصادرات 49.2 مليار جنيه استرليني. قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارمان إن مجموعة الـ20 تدرس إمكانية وضع تنظيمات مشتركة للعملات الرقمية. وأضافت وزيرة المالية الهندية أنه نظرا للتكنولوجيات المتطورة المرتبطة بهذه الأصول الرقمية، فإنه يتعين على الدول مناقشة الحاجة إلى تنظيمات بعينها. وتستضيف الهند اجتماعا لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 هذا الشهر.
ختام جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وسحر لاستكمال النشرة، إليكم من جديد. شكرا لك ليلى.